عادي تعال. هلا والله حبايب قلبي، يسعد اوقاتكم، ان شاء الله يا رب تضلوا بخير وسلامه وكل الحب والاحترام لحضراتكم ايها الجمهور العظيم. وزي ما عودناكم قبل ما نبدا اي فيديو، يا ريت نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله يا اخوان اليوم راح ناخذ العقاب رعد ونوديه ونطششه ونرفع عنه ونفرجيه الطبيعه اللي هو كان موجود فيها ونشوف شو ردت فعله. طبعا اخذت له حمامه عشان اظبطه غاد وادلعه واعمل له دعوه تربه، لانه في الطبيعه بيختلف التدريب ما لما يكون في البيت. فاحنا راح ناخذه مع بعض ونفرجيكم شو بصير معانا، وان شاء الله يكون فيديو حلو. ولا تنسوا اللايك وتنشروا القناه لانه عندنا وصلنا ال 10,000 مشترك. ولو انت مش حاطط لايك للفيديو هذا حط لايك، وكل الحب لكم، وخلينا نفرجيكم رعد. وبسم الله. طبعا رعد العقاب الذهبي يا اخوان اللي ما بيعرفه من العقبان النادره في قطاع غزه. وبسم الله ما شاء الله، هاي رعد شايفينه يا اخوان، هذا رعد وزنه 4 كيلو ما شاء الله تبارك الله، الله يوضع لنا البركه. خلينا نروح مع بعض وناخده على الطبيعه. وهي هيك يا اخوان نزلناه على التوك توك لانه بكفوش سياره، راح ناخده على الخلا. وبسم الله خلينا نتحرك. ويلا تحركنا يا اخوان وطش مع رعد. وبسم الله راح نبدا التدريب ونوصل المكان اللي احنا راح نكون متواجدين فيه. ورعد خايف وملموس انه راكب على التوك. المسافة الحلوة اللي قضيناها مع رعد وخليناه يعرف صوت السيارات وخليناه يعرف صوت التكاتك وعلمناه عليهم، راح نبدأ في بداية التدهيل معاه والتدريب والدعوة. حنشوف هل حيجي هو علي في الخلا حيتقبل الأمر أو لا. في البيت كان يتقبل الأمر ويجي، الحين حنشوف في الخلا. ولكن قبل ما نشوف في الخلا بنأمنه في حبل طويل لحيث إنه ما يطير ويشرب. حطه على الوكر. هاي احنا يا اخوان جبنا حبل 12 متر وربطناه وأمناه عشان نعرف كيف راح نتعامل معاه بحيث لو شرد يكون احنا مأمنينه. طبعا يا اخوان الحين راح نطعمي العقاب رعد اللحمة عشان يعرف انه معنا لحمة ونبدأ في التدريب. بدنا نشوف كيف ردة فعله، قرب عليه كيف ردة فعله لما يشوف الطبيعة. بسم الله ما شاء الله يا اخوان، تعال كول يلا. استغرب كول. طبعا يا اخوان هيك بعدنا عليه ما يقارب الخمس متر، راح نشوف اول محاولة راح يجي ولا لا. رعد يلا تعال. طبعا يا اخوان بعد ما بعدنا عنه 5 متر المحاولة بعد في الفشل، ولكن عشان المكان الطبيعة عرف انه بده يطير وبده حريته، هيك طبع العقبان اذا ما تدربش صح. تعال. بس في قابلية انه لسه متذكرني هو على فكرة. خذ. ايش تقعد ترجع فيك تيجي؟ تعال يلا. بعد. جرب نحاول كمان مرة. التدريب يا اخوان بده صبر وبده صبر كتير. تعال بعد. تعال بعد. تعال بعد.
راعي يا اخوان رعد بيتفقد قاعد في المكان لحد الان انه نص ساعه عشان ناخذ الفيديو هذا لنلتقطه او نشوف ايش راح يسوي. تعال رعد. طبعا احنا في حوالينا ناس بيتحركوا وغنم وكل شيء عشان نفري كل شيء ونشوف اليه التركيز في التدريب عنده قويه او لا. تعال اليوم بدي اعيد اطعميه كمان مره عشان يستوعب انه احنا في مرحله التدريب. هاي رجل الحمامه اكلها زي ما هي، شايفين كيف؟ جرب عليها. اوكي هاي بدنا نبعد يا اخوان نشوف راح يجي ولا لا، كمان نحاول. رعد تعال رعد. رعد تعال رعد. والله يا اخوان لا انا رعد ولا انا بعرفك كيف اضل. خذ تعال. ها 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 ايش في غاد بتطلع؟ رعد شلحنا الطاقية بلكن يعرفنا. ما نشلح الطاقية مشان الله يا رعد تيجي. تعال تعال يلا رعد تعال. بعد لما اكون في البيت يا اخوان ما في بكون لا حركة ولا ناس ولا اشي، فالحين الامر استغرب عليه فمش راح يجي. تعال بدا يجي. تعال رعد ارجع. رعد رعد تعال. مسك ايدي يا اخوان شايفين؟ كول طب كول يلا قرب قرب. مش مشكلة مرة على مرة يا اخوان راح تتدرب الامور وتصير تمام، بس زي ما قلت لكم التدريب بده صبر. طلع الغنمات اجي ولا هاي كمان يا اخوان محاولة بقت في الفشل، يعني شكلي حطعميه الحمامة وانا لسه بحاول معاه عشان يتعلم انه فضل قاعد بدرب فيه. تعال كول كول. طبعا يا اخوان انا هذه المحاولات كانت كلها مليانة بالفشل، ولكن ان شاء الله يوم يوم حاخده معاي لبيل ما فريقه فيديو كامل هو بيجيني هو بالخلا، وان شاء الله هذا الوقت راح يكون في اقرب وقت. تعال خلينا اطعميه الحمامة ويكيف عليها وينبسط. بس رعد انا زعلان منك. كول يلا من هان ورايح يا اخوان راح يضلوا يوميا يوميا تدريب 4 ساعات في البيت. هقعد معاه 4 ساعات بالضبط، ولازم كل مره ياكل عيدك، اذا ما اكلش عيدك يعطيك العافيه راح يتعود على الهماله وما راح يتدرب نهائيا. طبعا هيك يا اخوان احنا بدناش نطول عليكم في الفيديو، يا ريت لو عجبكم الفيديو تنسوش اللايك والشير وكل حاجه حلوه ودعمكم، وان شاء الله انتظرونا فيديو جديد راح نفرجيكم كيف العقاب راح يجي. واللي بيفشل اول مره يا اخوان حيفشل المره الثانيه والثالثه، واللي بحاول انه يفشل ويضل مستمر في النجاح راح ينجح باذن الله. زي ما انتم شايفين راح يخليه ياكل الحمام على ايدنا. السلام عليكم، كل الحب لكم.